أسعد الله أوقاتكم. أتوجه إلى أخوتنا أصحاب هذه الأرض قبرص، وأولهم المرشح المستقل للرئاسة الذي نأمل منه كل خير، السيد نيكوس خريستودوليدس. أقول لكم كقبرصي من أصل عربي سوري، وقد عشت بينكم ما يقرب من نصف قرن، أقول لكم يا شعب قبرص، يا أهلي وناسي الرائعين، بكل المقاسات خلال عشرات السنين، نحن منكم نحترم قوانين بلدنا قبرص، ونحس بأوجاعكم كما تحسون بأوجاعنا. نقول لكم بكل صراحة، بعضنا يحتاج للعدل، والبعض منا أيضا يحتاج لفهم معنى المواطنة. نحن نريد أن نكون مواطنين صالحين. ثم أتوجه أحبتي إلى كل القبارصة الناطقين باللغة العربية، أتوجه بهذه الهمسة القلبية. نحن نعلم أن كل قبرصي له حق في التساوي القانوني من حيث الحقوق والواجبات. أولاً، يقول القانون القبرصي إن من دخله محدود له حق الطبابة والمعالجة وكل الأمور الصحية مجاناً في قبرص وحتى خارج قبرص، وله حق بالتقاعد، وله حق مجاني في مدارس الدولة، وله حق في دراسة حالته في حال العوز المادي، وهناك عدة صناديق إعانة من أجل ذلك. ثانيا، ويقول القانون أيضا إن له حق الحماية والاحترام، فلا يمكن حجز مواطن دون محاكمة أو أدلة أو براهين. ثالثا، إن له حق الفعل السياسي والاجتماعي في حياة الدولة، ويمكنه الانتساب للأحزاب التي لا تقوم على أساس عرقي أو ديني. رابعا، له حق المقاضاة العادلة بالبراهين ضد أي شخص أو هيئة أمام المحاكم. خامسا، له حق بالتنقل والسفر بوثائق قبرصية والعمل والعقيدة وإقامة الشعائر. أحبتي، أريد أن أهمس في ضمائرنا وفي قلوبنا، ودعونا أن نكون منصفين. نحن من يحمل الجنسية القبرصية من أصول مختلفة، ضمن الإجابة عن الأسئلة التالية: هل توجد مثل هذه الميزات في أي من الأوطان التي جئنا منها؟ السؤال الثاني: إذا كنا نطالب الدولة دوما بكل هذه الحقوق، فهل قدمنا نحن ما علينا من واجبات بالكامل؟ ثالثا، بصدق كامل، هل هناك من حاول غش الدولة في أمر لا يستحقه أم لا؟ الإعانات مثلا، الأوراق الثبوتية مثل الزواج من قبرصية، وهل كلنا التزمنا باحترام المجتمع القبرصي؟ مثلا في احتفالاته العامة، مثلا في حفلاته الموسيقية لنقل، أو أي نوع من أنواع الفنون، هل زرنا معرضا قبرصيا؟ وأشياء كثيرة قام بها عدد محدود أدى إلى فقدان الثقة من قبل بعض الشعب القبرصي مع الأسف، وأدى إلى نشوء خط قبرصي متطرف. هل لاحظتم ذلك أحبتي أم لا؟ من السبب؟
لا يجوز لنا أن نطلب كل شيء ونمهل أو نتساهل أو نتكاسل في أي شيء. حقوق نعم، وواجبات أيضا نعم. في موضوع الجنسية بالذات، كيف نطالب بجنسية البلد والبعض يتهمها بالعنصرية؟ لقد سمعتها أكثر من مرة، وهذا لا يجوز وهذا ليس أخلاقي، ونعتبر أن حقوقنا سماوية بينما حق احترام الدولة مستهان به في بعض القلوب فينا. والله إني متردد في قول هذا، لكنها حقيقة يجب أن نقولها. هذا لا يشمل عددا كبيرا منا، بالعكس معظمنا يقدر الوضع الذي هو فيه ويقدر الخدمات ويحس بأنه يجب أن يقوم بالواجبات، لكن هناك عدد قليل بل قليل جدا، وهذا العدد يسيء فعلا. خامسا، لم تكن طلباتنا للدولة تتأخر قبل بضع سنوات. أنا لا أذكر في بداية مجيء أن كان هذا التأخير على الإطلاق. لم تكن طلباتنا للدولة تتأخر قبل بضع سنوات، والذي حصل أن عدم التزام الجميع بالقوانين صدقا هو الذي أدى إلى هذه الحالة. سادسا، ليس هناك أي حق أخلاقي لأي إنسان في إطلاق الأحكام العامة، لكن له الحق في مقاضاة أي جهة تسيء له أو تنتقص من حقوقه. إطلاق الأحكام العامة بمعنى أنه لو شخص ما أساء وهو من فئة معينة نشمل كل الفئة المعينة هذه، هذا لا يجوز وليس أخلاقيا. سابعا، إن هناك من فينا من يغالي في حقوقه وينسى حق الدولة وقدرتها على الاستيعاب وقدرة شعبها على الاحتمال وقدرة مواردها على السداد. أضيف الملاحظة الأخيرة، إن سلبية بعضنا في ممارسة حق وواجب مثل الحق والواجب الانتخابي هي أحد المظاهر الشائعة. أسأل نفسي لماذا؟ طالما أن لنا كلمة نقولها وهي ذات تأثير، إذن فليكن شعارنا اليوم، بعض منا يحتاج للعدل، والبعض الآخر يحتاج لكي يفهم معنى المواطنة، مسؤولية المواطنة. حقيقة نحن نريد أن نكون مواطنين صالحين، حقيقة نريد أن نكون مواطنين صالحين من أجلنا ومن أجل أولادنا إذا عاشوا هنا، ومن أجل الحق ومن أجل الفضيلة ومن أجل العدل. هذه الصورة تحدثت بأطراف منها مع السيد نيكوس خريستودوليدس وكان مستجيبا. نحن نأمل بأن يكون رئيس قبرص القادم. ألف تحية.